إليك الكلمة. مشاهدينا الكرام، يمكن في هذه اللحظات احنا على الهواء مباشره من امام فندق اقامه فريق النادي الاهلي، وعدد جماهير النادي الاهلي المتواجده هنا امام الفندق منتظره خروج الفريق بعد المحاضره للتوجه الى صوب استاد هزاع بن زايد استعدادا لمباراه السوبر. لكن الاجمل في مشهد جمهور النادي الاهلي حتى داخل الامارات اللي جاي من الشارقه ومن دبي ومن ابو ظبي، مسافات بعيده هنا عشان يوصل لمدينه العين في اماره ابو ظبي، لكن الاجمل من كده لما تلاقي جماهير النادي الاهلي جايه من جميع انحاء الوطن العربي. يمكن في هذه اللحظات زي ما انتم شايفين معايا احدى لافتات الاهلي يكتب التاريخ وللمجد بقيه، رابطه محبي وعشاق النادي الاهلي المصري بفلسطين. هناك رابطه لجماهير النادي الاهلي بفلسطين، اليوم داخل الاستاد ستضع هذه اللافته مع الدخلات اللي هيتم عملها بالتاكيد لجمهور النادي الاهلي. ابدا معاهم واعرف توقعاتهم وكلهم بسم الله ما شاء الله تيشيرت النادي الاهلي الزي الرسمي زي ما يكون جاهزين يبداوا يلعبوا المباراه. برحب بيكم في البدايه واتعرف عليك واسمك ايه؟ مينا الفي. جاي منين يا مينا؟ من دبي. قطع مسافه قد ايه؟ يعني حوالي ساعه ونص ساعتين. عشان تحضر الماتش وتشجع الاهلي؟ اكيد طبعا. ورا في اي حته. توقعاتك الاهلي يعمل ايه؟ ان شاء الله 2-1. ان شاء الله. اتعرف عليك. محمد سويلم. منين يا محمد؟ من العين. من العين. ان شاء الله 2-0 للاهلي. ان شاء الله. عبد الله السعيد ووليد سليمان. ماتش صعب؟ بالتاكيد. المصري يعني خصم صعب ودايما يعني فيه نديه في بين اللقاءين وبين الفريقين وكده، ونتمنى الفوز ان شاء الله للفريق النادي الاهلي. اتعرف عليك، اسمك ايه؟ احمد. احمد جاي منين؟ الشارقة. مسافة 200 كيلو اعتقد. 50 كيلو. ان شاء الله الاهلي هيكسب، بس بغض النظر عن النتيجة يعني احنا هي احتفالية، واحنا لا ما ينفعش الاهلي يبقى موجود في الامارات وما نحضرش يعني. فاحنا جايين نحتفل مع الاهلي مش اكتر يعني. وان شاء الله الفوز للاهلي. جاي منين؟ جاي من الشارقة ان شاء الله. ماتش صعب ولا اللي في الامكانية الاهلي يحقق دفعة معنوية؟ اكيد الاهلي ما عندوش ماتش صعب. الاهلي بيكسب دايما. ان شاء الله 3-0 ان شاء الله. فكرك انك تقطع مسافات كبيره ده لها معنى ومغزى انك تكون مع الاهلي. طبعا طول ما الاهلي موجود لازم نجي له في اي حته. لو جاي لو راح الصين ان شاء الله وراه. طيب انا برضه عايز اتعرف اعرف يعني رابطه الفلسطيني يعني اكيد اتعرف عليك، بس الاول اسمع يعني انت جاي منين؟ جاي من العين. طيب اتعرف على اسمك؟ صلاح. صلاح، يعني الماتش صعب، الاهلي يقدر يعمل نتيجه؟ مفيش حاجه صعبه على الاهلي باذن الله، والاهلي باذن الله هيكسب و3-1 باذن الله الاهلي. باذن الله. قالوا لي انت جاي من فلسطين او برابطه محب ومشجع الاهلي بفلسطين وعشان تحضر المباراه وفي لافتات، مغزى كبير وكلام كبير ومعناه مهم جدا. اكيد طبعا الاهلي بيعني لنا حاجه كبيره. انا اسمي عاصم الوحيدي من فلسطين من غزه، ممثل عن رابطه محبي عشاق الاهلي المصري في فلسطين. طبعا احنا مساندين النادي الاهلي في كل الاوقات، طبعا اذا كان في مصر وخارج مصر احنا وراه في كل حته زي ما بقول. وطبعا بنحب ننقل كل يعني ننقل التحيه والتقدير للنادي الاهلي عن طريق الرابطه، كوادر واعضاء ومؤسسين كلهم بينقلوا تحيه وبيبرقوا التحيه وبيتمنوا ان شاء الله الفوز للنادي الاهلي في السوبر. عاصم، قول لي رابطه محب الاهلي بفلسطين عددها قد ايه؟ يعني الرابطه عدد المشجعين لجماهير النادي الاهلي، وانتم موجودين في اي حته الاهلي بيروح فيها؟ اكيد طبعا النادي الاهلي يعني هو مش مقتصر على المصريين، النادي الاهلي هو للوطن العربي كله. طبعا هو مصدر الفرحه والسعاده في كل الوطن العربي وفلسطين. وفعلا في فلسطين احنا نفتقد الفرحه بسبب يعني المشاكل اللي كل الناس بتعرفها. هو فعلا النادي الاهلي هو مصدر السعاده، وعددنا طبعا لا حصر يعني كبير يعني ما شاء الله. فلسطين معروفه يعني نص الشعب او اكثر من نص الشعب في فلسطين كله اهلاويه. طبعا فكره اليافطه بقى، انت كاتب لي الاهلي يكتب التاريخ وللمجد بقيه، انتوا ده مغزى ورساله حطينا النهارده في دخله المباراه، مباراه الاهلي النهارده في السوبر. اكيد طبعا الاهلي تاريخ يعني، واحنا بالنسبه لقضيتنا الفلسطينيه الاهلي على مدار التاريخ بيساند القضيه الفلسطينيه على مدار التاريخ. واكيد الماتش ان شاء الله اليوم كسبانين ان شاء الله 2-0. تتوقع مباراه صعبه ولا؟ اكيد صعبه، بس ما فيش حاجه صعبه على الاهلي ان شاء الله. الاهلي معودنا دائما على البطولات وتحقيق الاعجازات والانتصارات الكبيره خارجيا وداخليا، وان شاء الله يفرحونا ان شاء الله اليوم. بدون تفاصيل الدخله انا عارف بتبقى سريه، لكن انتم مجهزين دخله جامده للاهلي في الملعب باذن الله. اكيد ان شاء الله. احنا الاهلي زي ما قلت لك يعني مصدر سعادتنا وفرحتنا لفلسطين وخارج فلسطين كل الوطن العربي. طيب اتعرف عليك. اسمي محمد زكي. منين يا استاذ محمد؟ انا من مدينه العين، هنا مقيم في مدينه العين. المشهد جميل صراحه. احنا بنشكر طبعا دوله الامارات، احنا طبعا حاسين ان احنا في بلدنا الثانيه هنا، حكومه وشعب، على تنظيم الاحتفاليه دي للمره الثالثه طبعا، ويعني عاجزين عن شكرهم بصراحه. وزي ما حضرتك شايف يعني الاجواء يعني ما شاء الله، واحنا ورا النادي الاهلي في اي مكان يعني. حتى لو كنت من بره مدينه العين كنت برضه حاجة اتابع، والاهلي اشقي يعني. احنا
بنعرفكم احنا في العين بالتيشيرتات، يعني كل مكان بنتحرك فيه لابسين تيشيرتات الاهلي. اكيد طبعا اكيد، التيشيرت دوت اصلا ما بيفرقناش، مش بنلبسه بس عشان مباراه وبس، لا ده التيشيرت والشعار اللي عليه دوت ده شرف لاي انسان يرتديه طبعا، سواء لاعب او جمهور او طفل او اهلاوي صغير مثلا، اي مكان بروح فيه عنده سنتين ونص. ربنا يخليك يا رب، وان شاء الله باذن الله الاهلي النهارده هيفرحنا باذن الله ان شاء الله. اشوف اراء ثانيه برضه، قول لي توقعاتك ورؤيتك للماتش وجاي منين؟ جاي من دبي، وده يمكن ثالث كاس سوبر احضره في الامارات. توقعاتي للمباراه ان شاء الله الاهلي هيكسب، الاهلي دوافعه اكبر لانه هو خسر السوبر اللي فات مع الزمالك في ابو ظبي، وده تقريبا اعتقد ان هو هيبقى حافز كبير انه يبدا 2018 بنتيجه او يعني فوز ببطوله قويه. الجميل انا شايف انت بتقول المره الثالثه، يعني السوبر النسخه الثالثه في الامارات، وبتحضر الثلاث مرات. ولو جم 100 مره، ولو يعني يجوا في الامارات 100 مره احضر، وانا ورا النادي الاهلي في اي مكان، يعني مش بس الامارات، يعني على طول متابع النادي الاهلي. برضو اتعرف عليك، اسمك؟ معاك المهندس معين، بس انا جاي من بعيد شويه، انا جاي 450 كيلو من عمان. جاي من عمان للعين. ايوه، ودي ثالث سنه نيجي على نيجي طبعا السوبر، وده طبعا حضرتك شايف ان الاهلي طبعا في قلوبنا، وزي ما حضرتك احنا طبعا ابدا لا نخلي جهدا في ان احنا نيجي ورا النادي الاهلي، زي ما قلت لحضرتك ان ده مصدر فرحتنا. بس واحده واحده، لا واحده واحده، انت جاي من عمان، يعني 450 كيلو. 450 كيلو، انا و35 واحد بالظبط، حوالي ست عربيات وماشيين، وجينا الفجر وقاعدين طبعا في محل نفس اقامه الاهلي، ومبسوطين جدا وانتم منورينا. وشفت قد ايه الاهلي احنا بنرتبط بيه، لما نقول نادي الوطنيه، ده النادي اللي بيخلينا ننتمي لما يبقى في فلسطين، ونبقى بنحمي قضيه، لما اي حد بيتجرح في اي وطن عربي، احنا كلنا كيان واحد وكلنا حاجه واحده، ودي الحاجه الوحيده اللي بتجمعنا والفرحه. النقطه الثانيه اللي عايز اسالك عليها، انت بتقول لي دي تالت مره، يعني كل سنه الاهلي بيلعب في الامارات بتيجي من عمان وقاطع نفس المسافه كل سنه، ومجموعه الجاليه في عمان 55000 واحد. بس بتكلم على مستوى الجروب بتاعي، احنا امبارح 35 واحد مقسمين نفسنا على العربيات، وبنبقى محضرين بقى من قبلها، وازاي نقدر نحجز، وازاي نتجمع، ويعني ده على طول سنويا، سواء كان في العين، في ابو ظبي، في اي حته، احنا ورا الاهلي يعني، وانتم منورينا. ميرسي جدا يا احمد. توقعاتك للنتيجه؟ طبعا ان شاء الله، زي القهوه دايما متعود ان احنا بنفرح، احنا كده كده فرحانين، مش احنا النادي، لما النادي بتاعنا احنا كده كده فرحانين، كفايه التجمع الحلو ده، وان احنا جمعنا نفسنا، بس ان شاء الله الاهلي فايز يعني بامر الله يعني. الحلوه والمره؟ مع برضو اعرف يعني اتعرف عليك، اسمك ايه؟ صبحي العايدي من العين. الماتش شايفه ازاي؟ الماتش ان شاء الله، يعني توقعاتنا ان شاء الله 3-0 للنادي الاهلي ان شاء الله. عبد الله السعيد، مؤمن زكريا، ازارو. محمد صبحي. منين يا محمد؟ من العين. ان شاء الله الاهلي يكسب 3-0. طيب اروح لاخر واحد بقى من المشجعين والجماهير، كلمني الماتش شايفه ازاي وجاي منين، وشايف الاجواء الجماهيريه للاهلي النهارده ازاي؟ احمد مصطفى، جاي من ابو ظبي. طبعا الاهلي في جاي لوحدك ولا اسره؟ جايب العيله كلها، زوجتي والاولاد. الاهلي في اي مكان احنا بيبسطنا، بنتبسط بان الاهلي موجود في حياتنا بصفه عامه، لانه هو الحاجه الوحيده اللي بتفرحنا في مصر يعني. بس وانتمائنا للاهلي دايما، بنشجع الاهلي في اي مكان، من صغرنا احنا اهلاويين، عائلتنا كلها اهلاويه، فبنشجع الاهلي في اي مكان. ان شاء الله الاهلي يكسب النهارده 2-0. دور الاهلي في الوطن العربي وفي الامارات بيمثل الجاليه المصريه تحديدا بشكل عام والجماهير الاهلاويه ايه؟ طبعا هي فرحة كبيرة يعني، يعني انت لما تبقى في الامارات ويجي النادي الاهلي داخل الامارات، انت بتبقى يعني فعلا مبسوط وفرحان، ونفسك تشارك في الاحتفالية ديت، سواء بقى الاهلي كسب ما كسبش، بس هي احتفالية في حد ذاتها، وبتكون مبسوطين بوجود الاهلي في الامارات. توقعاتك للنتيجة؟ ان شاء الله الاهلي يكسب 2-0. ولقاء تاني اخر يعني، برضو في الاسر وكل بيحضر وبيجي معانا هنا الاستاد والاوتيل، يعني قول لي احساسك بالمباراه واتعرف عليك وجاي منين. حلمي مجدي، وانا جاي من عجمان مع الاسره بتاعتي النهارده، ودي تاني مره ليا ان شاء الله اجي، والحمد لله المره الاولانيه اللي جيت فيها ان شاء الله فزنا، كان قدام الزمالك، والمره الثانيه اللي ما جيتش فيها كان في ابو ظبي خسرنا فيها، فان شاء الله المره دي يكون وش حلو عليهم ونكسب المره الثالثه ان شاء الله. توقعاتك للنتيجه؟ ان شاء الله الماتش هيكون مقفول كتير قوي، يعني هيخلص بهدف او هدفين بالكتير، الماتش بهدف او هدفين. طيب انا بيلي برضو طفل، عايزك تلف كده للكاميرا، لف للكاميرا اهي، ومعانا عالم النادي الاهلي، اسمك ايه؟ عمر. عمر عندك كام سنه يا عمر؟ 9. 9 سنين؟ طيب جاي منين بقى؟ من مصر. انت جاي من مصر عشان تشجع الاهلي اللي هنا في الامارات؟ لا. قاعد في دبي ولا جاي من مصر؟ سؤال صعب. جاي من مصر الامارات، وقاعد في دبي جاي هنا عشان تشجع الاهلي. تمام، شايف الماتش ازاي؟
شايف الماتش ان المفروض الاهلي لازم يكسب المصري 3-0 ان شاء الله. 3-0 قول يا رب. يا رب. ماتش الزمالك بقى لما الاهلي كسب 3 ده شايف حاجه كويسه اداكوا دفعه معنويه الجمهور يحضر يقدر يكسب مباراه ثانيه؟ جدا طبعا. وفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك ده تقدم كبير جدا وانا فرحان بكده. مين من لعيبه الاهلي انت بتحبهم؟ احمد فتحي بس. يعني انت شايف احمد فتحي قلب الاسد وكلهم لعيبه كويسه بس انت شايف احمد فتحي هو نجمك المفضل؟ تمام. زي ما انتم شايفين معايا يعني جماهير النادي الاهلي وجمهور متواجد، تيشيرتات فريق النادي الاهلي، علم النادي الاهلي، الكل متواجد هنا وكاننا في مصر، الجاليه المصريه والاهلاويه. وزي ما انتم شايفين خلاص بيختموا هذا التقرير معانا على الهواء مباشره. قبل ما ارجع لك زميلي محمد فاروق سعد وهذا الهتاف، هتاف جماهير النادي الاهلي. فريق كبير، فريق عظيم، اديله عمر وبرضه قليل. فارق عظيم نديله عمر وبرضه قليل. الاهلي يكتب التاريخ وللمجد بقيه، والبقيه المجد تاتي من جمهور النادي الاهلي، الجمهور الجميل اللي احنا عم شايفينه مع حضراتكم، حتى الاطفال الصغيره، وادي اليافطه وادي الطفل الصغير اللي كان عمال يشاور لنا كابتن رضا من اول التسجيل، وامام يافطه جميله جدا. ودائما برضو هرجع اقول جمهور النادي الاهلي احلى حاجه في الدنيا يا كابتن رضا. طبعا يعني بص رد فعله واللبس الاهلي عليه عامل ازاي، وحاجه يعني مهمه جدا، وحاجه انا بشكر لعيبه النادي الاهلي على مر التاريخ ان هم قدروا يوصلوا الاطفال وجمهور النادي الاهلي ان هم يبقى عندهم ثقه في ناديهم وعارفين ناديهم هيكسب. بص يعني طريقه اللي هم بيتكلموا حتى في اللقاء بيقولوا احنا هنكسب يعني. واللي جاي لك مهمه جدا، عمان واللي جاي لك من عجمان واللي جاي يعني كابتن برضه.